واخا نعطيكم اختي واحد الحرشه بالليمون. حرشه بالليمون اييه في مولينيكس. ناخذ جوج بيضات. اييه جوج بيضات. كاس الزيت. كاس الزيت. كاس السنيده. كاس السنيده. كاس الحليب. كاس ديال الحليب. كاس تاع الليمون. كاس تاع عصير الليمون. نعبروا بالكاس ديال العنبه. وقشره اييه وقشره الليمونه محكوكه. قشور الليمونه محكوكه. الطريقه ناخذ نص كيلو ديال السميده هذه في مولينيكس بوحدها هذا نخلو على جنب. اييه ناخذ نص كيلو ديال السميده رقيقه. نخلط مع جوج خمارات. اييه شويه الملح. اييه ومن بعد نضيف ليها الخليط الاول. الخليط الاول يعني جوج بيضات مع كاس الزيت وكاس سنيده وكاس الحليب وعصير الليمون وكاس ديال عصير الليمون وقشور ليمونه محكوكه. درتهم على هاد هادو في خلاط الكهربائي. اييه اييه ونشدها ندخلها نديرها في لاطا تكون ثقيله. ديال المخمر. اييه وندخلها للفرن ومن بعد من الطيب نسقيها بالليمون. شويه كاس تاع الليمون بحال هكايا. اييه الله يحفظكم اختي. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك السعدية. شكرا لك بزاف. الله يحفظك. انا ديما كنبغي نتواصل بكم وما يبغيش يشد ليا مرحبا بك.